تأخذه سنة ولا نوم، جل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت، سبحان ربنا الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت، آمنا بالله ورسله وملائكته وكتبه، سبحانك يا رحمن يا خالق الإنسان ومنعما عليه بالإيمان، فاز يا رب من رأى أنوار الإيمان فأقبل، وخاب من صرف عنها فأدبر، فلك الحمد يا من أريتنا أنوار الإيمان فأقبلنا عليك برحمتك وبركاتك وأمنك وأمانك يا رب العالمين. نحمدك حمد المخلصين، ونتوكل عليك توكل الموقنين، ونعبدك عبادة المخبتين، ونستعينك استعانة المذعنين، نشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك علام الغيوب وغفار الذنوب، خالق الإنسان من طين لازب، المتفضل عليه بالآلاء والمواهب، والذي وهبنا القرآن الكريم علما ونورا وحافظا وشفاء لما في الصدور. اللهم اجعل قرآنك العظيم هاديا في كل أمر، اللهم اجعله قائدنا إلى رضوانك، وحصنا حصينا من عذابك، وحرزا منيعا من غضبك وعقابك، وحاجزا لنا من نارك، ونورا يوم لقاك نجوز به صراطك ونهتدي به إلى جنتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ضياء نستضيء به بين خلقك، وعزا نعز به بين عبادك. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر عنا بتلاوته السيئات. اللهم ألزم قلوبنا به السكينة والوقار. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وامنح اللهم الدرجة الرفيعة العالية من الجنة، وابعث رب المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من بيت الله الحرام في مكة المكرمة نودي لصلاة المغرب دقائق مع هذا الدعاء حتى يحين موعد الصلاة. عن أبي الأزهر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه
قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا صادقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي الكرام، عبر القناتين الأولى والثانية نقلنا لحضراتكم أذان وصلاة المغرب حيا على الهواء من مكة المكرمة بيت الله الحرام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب سبحانك، أنت أهل الفضل والإحسان والطول والامتنان. إن أفنى عبادك أعمارهم في حمدك وشكرك والثناء عليك ما وفوك حقك يا الله، فأنت المحمود فوق الحامدين، فثناؤك على نفسك فوق كل ثناء وإن جل. فاجعل يا مولانا حمدنا وشكرنا وثناءنا مكرمة منك يهبها الجليل الكبير عباده الضعفاء المحتاجين. اللهم قدنا إلى لآلئ كتابك الكريم ننظم منها عقود الصالحات الباقيات، ودلنا على كنوز كتابك العظيم نغترف منها ما تثرى به نفوسنا وتغنى به قلوبنا، وأرشدنا إلى أنوار كتابك نستضيء بها بين عبادك، ونستنير بها أعمالنا، ونستهدي بها طريقنا. اللهم اغفر لنا بالقرآن كل ذنب، واستجب لنا به كل دعاء، وادرا عنا به كل عين وداء، واجعله لنا شفاء ودواء. اللهم وسع علينا بالقران رزقك، وانزل علينا به فضلك. اللهم اكرمنا بالقران،
في مجالس القرآن كرامة تعلق بنا حتى نلقاك. اللهم ثبت إيماننا واحفظ علينا إسلامنا ولا تنزعه منا أبدا. اللهم ارفعنا بالإسلام رفعة لا تضعنا بعدها أبدا، واكتب لنا بالإسلام عزا لا نذل بعده أبدا. اللهم لا تظهر علينا شراذم أعدائك، وارفع راياتك بأيدينا فوق راياتهم. اللهم قوي فيك إيماننا، نخسئ لك عدوا بغى على حرماتك، ونطهر لك بيتا اغتصبه عصاتك. اللهم ظهورا كيوم بدر، وثباتا كيوم الخندق، وفتحا كيوم الفتح. اللهم كن الناصر واجعلنا من المنصورين يا رب الفتح المبين. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.